بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت اليوم أن أتأمل معكم صورة عرضها موقع وكالة ناسا للفضاء. طبعا كما نرى أمامنا هذا القوس المنحني الذي يدل على حركة تعرجية، هكذا ما هو صاروخ تم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية قبل تقريبا 5 أو 6 سنوات. وطبعا صاروخ ينطلق إلى الفضاء، وتم تم تصوير هذا المنظر باستمرار لمدة دقائق حتى وصول الصاروخ إلى مكان مرتفع. بسبب دوران الأرض وبسبب حركة الصاروخ فإن مسار هذا الصاروخ يظهر كشكل منحني هكذا، نحن نراه بأعيننا مستقيم ولكن حقيقة هو شكله منحني. ولو كان بإمكان العلماء أن يقفوا خارج الأرض أو خارج المجموعة الشمسية، لو قدر لنا هذا ونظرنا إلى حركة هذا الصاروخ وهو يغادر الأرض إلى الفضاء الخارجي لرأينا شكلا متعرجا هكذا، مثل الحركة التعرجية. هذا المشهد يذكرني بآية عظيمة الله تبارك وتعالى يقول فيها: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لم يقل يصعدون أو يسيرون أو ينطلقون، قال يعرجون، ليقول لك إن الحركة في الكون حركة مثل إنسان أعرج صعودا وهبوطا صعودا وهبوطا. سبحان الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن أيها الأحبة، هذه الصورة الحقيقة الجميلة التي تمثل انطلاق صاروخ في الفضاء، ونرى جزء من هذه الحركة، الحركة التعرجية. تشهد هذه الصورة على أن هذا القرآن كلام الله، كل كلمة في القرآن أيها الأحبة تأتي مطابقة للعلم والحقيقة العلمية اليقينية. من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحركة عبر الكون يجب أن تكون تعرجية، إنه الله تعالى الذي أنزل هذا القرآن وتعهد أنه سيرينا آياته، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، والحمد لله رب العالمين.